احنا زي ما مصطفى قال، احنا كونا مؤخرا مجموعه صغيره اتمنى هي تكبر، اسمها مجموعه ضد الاعدام. هدفها الحقيقه انهاء عقوبه الاعدام في مصر. مطلعين بيان بنجمع عليه توقيعات، التوقيعات بتنسيق الطلب المباشر في التوقيع هو تعليق احكام الاعدام، تعليق تنفيذ الاحكام الصادره وعدم صدور احكام جديده. يعني الطلب هو التعليق بهدف وصولا الى الالغاء، يعني في الاخر ده الهدف. طيب ليه احنا ليه دلوقتي الكلام في الموضوع ده؟ اولا طبعا علشان ابتدى يبقى واضح انه مساله الاعدام دي بتستخدم خارج النطاق العادي اللي كانت موجوده فيه في القانون، اللي هو اصلا كتير مننا عليهم اعتراض على وجودها، لكن ابتدى يظهر بشكل واضح انها بتستخدم كسلاح في المعركه الحاليه وسلاح من السلطه. انا شخصيا الحقيقه كنت مهتمه بالموضوع ده بقالي فتره، جزء منه اهتمام يعني انساني فلنقل، او وجزء منه كنت يعني برضه اهتمام، كان في شغف كده علمي شويه او انثروبولوجي، ان انا بحاول اسال ليه مجتمع معين او ثقافه معينه بتشوف الاعدام بالطريقه دي. عايزه اتكلم شويه انا قصدي ايه بتشوف الاعدام بالطريقه دي. احنا من طلب اساسي في الحمله بتاعت ضد الاعدام ان هي فتح نقاش حوالين عقوبه الاعدام. فتح النقاش دي كلمه عاديه، عباره عن فتح نقاش نتكلم، بس الحقيقه الموضوع هنا اكبر من كده شويه. احنا عايزين نفتح النقاش على موضوع عقوبه الاعدام تحديدا، لان مش بس ما فيش نقاش في المجتمع، المجتمع ده بيفترض انه دي قضيه ما فيهاش مناقشه. احنا بنطلب ان احنا نخش في التفاصيل، والمجتمع او الاتجاه السائد في المجتمع بيعتبر ان دي مساله ما فيهاش تفاصيل اصلا، فان هي ان الاعدام ينظر فيه على انه حاجه مجرده، حاجه لوحدها ما فيهاش اي حاجه ملموسه، ما فيهاش ناس، ما فيهاش اجراءات، ما فيهاش حاجه، هو اعدام وخلاص. فدي طريقه يعني واحده من اهم خصائص نظره المجتمع المصري بصفه عامه لمساله الاعدام، ان هي حاجه مجرده وما فيهاش تفاصيل. تاني حاجه بقى، ليه الناس بتحب الاعدام قوي؟ وده مش بس في مصر، يعني في حتت الناس فعلا بتلاقيها حاجه يعني بيحبوا الاعدام. هي ما تفكروا فيها فكره جذابه جدا، ان في حاجه هتخلي اكتر حد مضايق في الدنيا يختفي. فطبعا يعني في تعلق بالفكره دي، ان هو الحد اللي عمل حاجه ضايقني خالص او هو بيلوث المجتمع بتاعي او كده، في اداه هتستأصله، فبالتالي المجتمع بتاعي هينضف وهيبقى خلاص انتهى الموضوع. ففي حاجه خاصه بال يعني السحر بتاع الاعدام، ان هو هيخلي الشر يختفي وما بعد ذلك بقى تبات ونبات بالتاكيد، بس احنا نعملها صح ونعملها كويس ونعملها كتير ونوسع استخدامها. يعني ايه احنا المشكله في المجتمع؟ المجتمع فيه مشاكل كتيره لان احنا يعني مش بنتقن بقى استخدام اداه الاعدام، فلازم يبقى فيه جرائم اكتر من كده بكتير، يبقى فيها اعدام ويبقى فيه توسع في تنفيذه، فده الطريق الى التطهير. ففيها فكره تنظيف وتطهير واستئصال، فيها حاجات يعني تعقيم، حاجات كيماويه جدا، افكار كيماويه. فعشان كده ايه، في يعني الفكره دي متجذره جدا. طبعا في اوقات زي اللي احنا فيها بتزيد خالص الاحساس ده باهميه الاعدام. اوقات في فوضى وفي ارهاب اسود وحاجات بتتفجر من جميع الجهات وناس اشرار، فانا مش عايز بقى ايه، مش عايز اسمع تفاصيل، يلا خلصونا. عشان كده في الشعار بتاع الشعب يريد اعدام الاخوان، الشعب يريد اعدام الاخوان، ده مطلب شعبي. وفي برضه ناس في جمله مثلا كانت وبتبقى كتير كده، كانت اول السنه كده انا فاكراها ايه،
يلا بقى اعدامات بقى كتير عايزين نبتدي السنة على نظافة، ففي برضه فكرة النظافة يلا اديها اعدامات بقى عايزين نبتدي السنة على نظافة. عمرو مصطفى برضه كان عامل الصفحة بتاعته. اللي موافق ان الاخوان يعدموا كلهم من غير محاكمة يدوس لايك. طبعا كان في كميات لايك فظيعة. ففي كده، واصلا الفكرة دي فكرة الاستئصال وكده دي يعني مثلا تحكي برضه يعني انا كنت على احمد المسلماني اللي هو مستشار رئيس الجمهورية، كان من كذا سنة الحقيقة حوالي 4 أو 5 سنين كان كاتب مقالة مهولة كان اسمها سورة الجريمة الرائعة أو حاجة كده، كان كاتبها بيحيي محمد علي على مذبحة طلعته، وإن هي هنسميها هذه المذبحة الرائعة التي مش عارفة إيه، وبيتكلم على فكرة الاستئصال الجذري، يعني في فكرة فظيعة جدا عن الحلول الجذرية عن طريق الاستئصال الجسدي للناس. فطبعا يعني لما ناس يعني عادية من كتر الخوف تقول كلام فيه مبالغة أو الشعب يريد الإعدام كده ممكن أتفهمه. مستشار رئيس الجمهورية يبقى دي أفكاره اللي إحنا ما عندناش أي دليل إن هو غيرها يعني 4 سنين، إن هو فكرة الاستئصال عشان تنضف دي حاجة موجود فموجودة عند الشعب موجودة في الحكم. فهرجع تاني للحملة يعني اللي بتاعتنا أو المجموعة بتاعتنا أو البنت، إن إحنا صحيح بنتوجه بالمطلب للسلطة، لكن المعركة الحقيقية هي مع المجتمع. يعني دي معركة اجتماعية، مش عارفة أسميها معركة ولا لأ، بس هي هي معركة يعني علشان نبتدي نفتح الموضوع ونبتدي نطرح اصلا فكره ان الموضوع ده يا جماعه فيه تفاصيل. وكمان اظن من المهم انه يعني النقطه اللي احنا نحب نوضحها ان الناس لازم تعرف، المجتمع لازم يعرف ان هو مش بس قاعد كده يستمتع بالثمار العقوبه الرائعه دي الاعدام، لا، ان هو متحمل المسؤوليه. ان كون ان في دوله لسه في القوانين بتاعتها حكومة الإعدام، ده معناه بالضرورة إن اللي مفوضها في الأكل هو المجتمع، إن المجتمع بيتحمل مسؤولية أخلاقية على الأكل اللي الدولة بتعمله نيابة عنه في الناس، فإن المجتمع مضطر إن هو يبص في التفاصيل ويشوف إزاي الأدلة بتجمع، الناس يعني القضايا بتتلف إزاي، الاعتراف سيد الأدلة ده مستخرج ازاي، يعني في وقت بالذات بقى في مصيبة من حيث المبدأ ان احنا في مكان وفي وقت في تعذيب ممنهج. فان دي الطريقة الأساسية لاستخراج سيد الأدلة هي التعذيب، هو مش سيد أدلة ولا حاجة. بيتزامن ده مع طبعا انهيار في الكفاءة، هي يعني هي حاجة فاشلة وقاسية وغير فعالة. فده طبعا اللي احنا بنقوله هي الحاجات اللي الناس بتشتغل في الموضوع ده بتقول ان هي اولا ما فيش حاجه تثبت ان الاعدام ده رادع للجريمه، يعني فيما يخص الجريمه الاعدام ما بيعملش رادع، بالعكس ان الاعدام ممكن الاعدام كتير، والكلام عن الاعدام ممكن بيعمل تعميم للعنف، تعميم لفكره العنف، تعميم لفكره القتل، ومفيش دليل على ان هو رادع، خصوصا ان هو يعني اللي بيقتل ولا اللي بيعمل الجريمه غالبا بيفكر انه مش هيتقسم، او يا اما بيكون مش في وعي يا اما بيكون مش مفكر تماما او ان هو مش هيتقسم. فدايما برضه اللي بيشتغل في القصه دي بيقولوا لا، اللي بيعمل الردع الحقيقي ان الشخص يبقى خايف يتمسك، ان يبقى فيه كفاءه في التحقيقات وكفاءه للشرطه ان اللي عمل حاجه هيتمسك، فان هو مش هيفلت، فالافلات من العقاب للاسباب المختلفه ده بيؤدي الى احساس الناس اللي بتعمل جرائم ان هي مش هتتمسك، كمان العقوبات مش موحده وفي فوضى، لكن الاعدام في حد ذاته مش رادع. وبرده ما عندناش يعني ما عندناش طريقه نوصل للموضوع ده في مصر نعرف رادع ولا لا، لكن في مؤشرات برده. يعني حاجه مثلا زي من كام سنه الاغتصاب بقى عقوبته الاعدام،
دلوقتي انا اعتقد ان هي جرائم الاغتصاب بتزيد جدا، والناس غالبا ناسيه ان هم طلبوا قبل كده ان يبقى في اعدام وبقى في اعدام للاغتصاب، فبيطالبوا تاني دلوقتي لا الاغتصاب زاد لازم يبقى فيه، لازم الاغتصاب يبقى عقوبه الاعدام. يا جماعه هو خلاص دلوقتي عقوبه الاعدام مش شغال مش رادع، ما هو الناس بتكمل يعني. فهو في الموضوع ده تاني حاجه زي ما مصطفى قال في عدم يعني مساله عقوبه الاعدام بتبين بشكل واضح مساله عدم المساواه الموجوده، اللي دايما الحكومه بتقع على اضعف الحلقات يا الفقراء الستات اي حاجه اللي هو فعلا يعني هي دي، حتى بيروح اللي معاه فلوس كتير يقدر يجيب محامي كبير غالي بيقدر يعمل زي بالظبط هشام طلعت مصطفى. وفي برضو انواع تانية من عدم المساواة في الموضوع ده اهو. في حتى عدم مساواة يعني حتى يعني لما بنقول الاكل العمد مش كل يعني في جرائم الشرف مثلا ما بتقتلش يعني في اوكازيون. الحاجة بقى الخطيرة برضو بالنسبة للوقت اللي احنا فيه هو استخدام الإعدام للسلطة تتعامل مع الخصوم السياسي، أداة لاستئصال الخصوم السياسي. وأنا أظن إن هو رغم إن هو الناس متعلقة بالإعدام وفي يعني بيحبوها، ممكن يكون في يعني حجة شوية إن بالعكس في أوقات الاضطراب والتداول المفاجئ للسلطه اللي احنا فيه ممكن يكون في منطق في انه لو المجتمع اتفق على حاجه واحده بس هي ان هو اعملوا اللي انتوا عايزينه في بعض بس بلاش اعدام، على اساس انه انت النهارده في السلطه بكره مش في السلطه، فممكن تيجي في يعني في لعبه كده زي لعبه الروليت الروسي، وفي مش تداول سلطه هي في روليت روسي وفي الرصاصه ومحدش عارف الرصاصه دي هتيجي، بس كل واحد ياخد المسدس دور ويضربها. فعايزين برضه من باب التهدئه من باب الاستقرار والله العظيم انه لو في اتفاق مجتمعي اساسا انه بلاش الاعدام دي ممكن يكون فيها امر. الحاجه الثانيه برضه فيما يخص الخصوم السياسيين اللي برضه في تصور ان هو عدم بيعمل استئصال ليهم وما يمثلوه، دي فكره خاطئه جدا. بشكل بقى عملي نفعي استراتيجي وات ايفر، لما بتعدم خصومه السياسيين انت كده بتعيشهم الى الابد. يعني لما بيبقى في حد زعيم او مشهور او كذا كده ده بيجي شبح بيركبك بقى انت وذريتك السياسيه الى الابد. يعني دلوقتي لسه مصر عايشة بأشباح خميس مبارك وبأشباح سيد بول بأشباح حتى صدام حسين. يعني صدام حسين ده حقيقي بطلت له في القفص ان هو اتعدم الاعدام الدرامي ده، ان هو ما كانش يحلم ان هو يحصل له اعاده تأهيل كانسان غير بالطريقه البشعه اللي هو اعدم بيها. لما اعدم الناس اتخضت، حتى الناس اللي هي كانت بالكلام كانت تتمنى له مصير اسوء من كده بكتير. اما حصل ان احنا شفنا بقى الاعدام بتاعه وبتاع الناس ابتدت تفكر ان هو طب هو ما كانش وحش، طب ما هو يعني كان عمل ايه. الحقيقه ان هم الناس وهي بتقول كده كانت ربما بتعبر عن راي كامل عندها في الاعدام مش في صدام حسين، اللي فعلا غالبا الناس ممكن تكون حاسه بمشاعر مركبه اكتر بكتير ما هي بتقدر تعبر عنها. ولحظه اعدام صدام حسين دي كانت لحظه كاشفه ان الناس فعلا جت وجها لوجه مع الطلب بتاعها. وتاني حاجه اللحظه اللي احنا فيها دي لحظه برضه كشفه. اعدامات المنيا دي الرقم الكبير والبتاع خلى الناس تيجي برضه وجها لوجه مع الطلب بتاعها. الشعب يريد اعدام الاخوان لما القاضي عمل لهم اوكي خد قالوا لا لا بس يا سيدي ما هو في مراحل ثانيه للتقاضي، هو يعني انت شفت اعدامهم يعني ابتدوا يتنصلوا من الطلب. محدش بيقول هي يلا في اين المفصله ميدان عام مفيش خالص كده. يعني في احراج وفي انه تنصل من الطلب اللي الناس كانت بتطلبه بنفسها. وفي بقى
تاني نرجع تاني لمساله ان هو يعني غير المبدا ان احنا نلتزم بيه، ان احنا ضد الاعدام من حيث المبدا، ولازم ان احنا ضد بالذات في لحظه ما فيهاش عداله من اي نوع، ان احنا لازم يعني يبقى في تعليق للحكم، لان المساله عماله تزيد، وهي حكايه يعني كل شويه حاجه تيجي تعمل يعني تغطي على اللي قبلها. اللي قبلها اوريدي كان فظيع، يعني مثلا جت احكام بورسعيد الالتراس، وبعدين الاحكام بتاعت الكامب مش عارفه 23 و26 بتوع خليج السويس، بس وبعدين في حاجات واضحه تماما لازم تخلي الناس يعني ما ينفعش حاجه اي حاجه ليها، حتى لو انا مقتنع بحكم الاعدام وعلمين اي ذره شك المفروض ان هي يعني تنسف لي القناعه بتاعتي. انا عندي بتوع الالتراس اللي اتحكم عليهم الاعدام فيهم واحد اهلاوي، الاخوان المسلمين فيهم واحد قبطي، يعني في حاجات كده يعني حاجات واضحه حتى من رقم قومي، يعني مش من غير تحقيقات. ففي الحاجه دي يعني انا مش عارفه لسه احنا يعني بعد كده، يعني زي ما قلت ان احنا دلوقتي في الفتره دي بنجمع توقيعات وبنحاول نعمل راي عام ونتكلم في الموضوع.